علوا الصوت. سوي شعر. ايوه سلوي الاسم واطي مصري تفكيري عصري كلنا شافوني قالوا اصلي والمهنة عاطل هو العادي في الدنيا دي ماليش ميول سياسي ولا ليا دعوة بتديلي الكراسي واهم حاجة عندي الكورة هي الاساسي احلامي ضاعت تاهت جوا غابة الحياة والفرصة جاتلي بين ايديا بس ضاعت ده الغباء فللبكاء قتلونا ليه ذبحونا فككونا والاسم معونا ربطونا بساقية لففونا من كتر الضرب علمونا فمواطن عايش مش عايش ولما مات شهيد في ضل وطن برضو الظلم حقوقها ضم طب ليه بتداري يا وطن اخرس بتعلم السكات من الصنم بتركب ناس علينا يقتلوا الحرية فينا يكتموا الدمع في عينينا واهلا بنا في مجال صناعة الملوك الشعب يسوق وناس بتيجي من تحت الفوق تركب وتسوق ايوه انسى اللي فات يا وطن انسى اللي كان يا وطن انسى السكات يا وطن اتكلم قول يا وطن مين المسؤول يا وطن عن شعبي جوع يا وطن عن شعبي سوء يا وطن عاوزين حلول يا وطن انسى اللي فات يا بلد انسى اللي كان يا بلد انسى السكات يا بلد اتكلم قولي يا بلد من المسؤول يا بلد عن شعبي جوع يا بلد عن شعبي سوء يا بلد عاوزين حلول يا بلد صور الشعب في يوم كان صوت واطي من كتر ظلم صوته ابتدى يبقى عالي لما لقى تصدير الغاز للعدو وترك الشعب يموت جوعا لما لقى البطالة لما لقى الوساطة إدارة السعيد أحمد عز واحتضاره للحديد أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات الرشاوي والفساد نتيجة ضعف مرتبات نتيجة ضعف مرتبات من تاني رجعنا مرة تاني وقفنا تاني في الميدان بندور على كل كلمة حق كانت لينا قبل ما نتهان رجعنا كتلة بشرية بندور على العدالة السماوية رجعنا عملنا ثورة مسلم مسيحي كلها كانت واقفة صامدة مش هنسيب حق الشهيد مش هنسيب حق الوليد الإيد في الإيد مش هننسى الماضي المجيد ايوه ها انسى اللي فات يا وطن انسى اللي كان يا وطن انسى السكات يا وطن اتكلم قول يا وطن مين المسؤول يا وطن عن شعبي جوع يا وطن عن شعبي سوء يا وطن عاوزين حلول يا وطن انسى اللي فات يا بلد انسى اللي كان يا بلد انسى السكات يا بلد اتكلم قول يا بلد مين المسؤول يا بلد عن شعبي جوع يا بلد عن شعبي سوء يا بلد عاوزين حلول يا بلد قالك بلد جابت ولد قالك ده عهد جديد هنا اتولد قالك الخاين اتفقد قالك حكومة مش صوارة لك هنزل الأسعار ده قالك مدنية ديمقراطية لا سلفية إسلامية لا دي مصر أصلا عسكرية قالك محاكمة قالك مبادلة قالك دي ثورة لا دي محاولة ثورة قتلوا سبعة على الحدود قالك معلش كانت مناورة قالك حرام قالك نظام قالك ضمان قالك ده مصر قالك ده عصر قالك ده ثوري قالك شرطة بتتغير قالك بلدك تتطور اوعى تفكر يوم تفكر قالك مجلس موقر قالك نص البلد بتشخر اقتصاد بتدهور متأثر طب مين اللي جالي قال لي بدلت مشير جزمة مشير طب ايه اللي حصل لي لكني حاسس ان بكرة في امل ما ربك قادر يحيي من عدم قمري لسه هلال بس في يوم راح يكتمل هيكتمل انسى اللي فات يا وطن انسى اللي كان يا وطن انسى السكات يا وطن اتكلم قول يا وطن مين المسؤول يا وطن عن شعبي جوع يا وطن عن شعبي سوء يا وطن عاوزين حلول يا وطن انسى اللي فات يا بلد انسى اللي كان يا بلد انسى السكات يا بلد اتكلم قول يا بلد مين المسؤول يا بلد عن شعبي جوع يا بلد عن شعبي سوء يا بلد عاوزين حلول يا بلد كل مرة برجع اتفرج على كل حتة في جسمي بقيت اتقطع حتة حتة من كتر اللي بيحصل في الدنيا بقيت حاجة تانية وكل واحد ضيع حياته وفي ثانية بص قدامه ملقاش طريق يمشي عليه وقع من دور الدنيا السابع على وشه اتحول الى اشلاء وفي لحظة حس انه ضيع فرصته وبخباء خلى حقه يضيع عليه في الهباء ما افتراء ده مرض معدي لا وباء الف باء تاء ساء كل حرف في اللغة العربية ممكن يجيب لك المعاناة والمأساة وفي حياتك الف انت فين بقى بتضيع حياتك على مين.